الورد وصباح الفل والياسمين والسعاده على حضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الورد. وصباح الورد عليك يا احمد. صباح الورد عليك يا مها، وصباح الورد على كل مشاهدينا. يا رب يوم جديد وصباح جديد بحلقه جديده، يا رب تنول اعجابكم وفقراتنا تكون عند حسن ظنكم النهارده. فقرتنا الاولى هتكون مع ضيفنا الدكتور محسن الجيار، مدير الفحص بمصلحه الضرائب المصريه، واللي هيكلمنا عن التطوير الكبير اللي بتشهده مصلحه الضرائب وكمان دورها في النهوض بالاستثمار والاقتصاد في مصر. هيكلمنا كمان عن التهرب الضريبي وطرق مكافحته ومحاسبة الخارجين عن القانون. الفقرة الثانية بقى هتكون لطيفة جدا يا أحمد، لأن احنا هنسترجع فيها مع حضراتكم ذكريات السكتشات الجميلة والرسوم المتحركة. لو تفتكروا معانا سرحان ونفيسة كان قد إيه دمهم خفيف وكانوا قد إيه مضحكين جدا، وزي ما أنتم شايفين أهو بنفكركم بشكلهم كان عامل إزاي. وظهرت من حوالي 9 سنين، لفتت الأنظار جدا وكانت بتعيد أداء بعض الأعمال الفنية المشهورة عن طريق شخصيات كرتونية. ضيف فقرتنا بقى هو المخرج والمؤلف عمرو كمال، اللي أعلن بعد توقف 9 سنوات عن عودة سرحان ونفيسة مرة تانية. هيحكي لنا كمان عن التفاصيل عن العمل الفني الجديد او الجميل ده وشكله الجديد اللي هيرجع بيه. نتعرف ان شاء الله فقرتنا الثانيه باذن الله. خلينا بقى قبل ما نبدا اخبارنا معاكم خلينا نروح نشوف ابرز منشطات وعناوين الصحف الصادره النهارده ونرجع مره ثانيه. يلا بقى نروح مع حضراتكم لاول اخبارنا النهارده. والنهارده طبعا في ماتشين مهمين جدا في الدوري المصري هيحسموا درع الدوري بشكل كبير. الاهلي هيلعب مع المقاولين العرب والزمالك هيلعب مع الاسماعيلي، ماتشين حياه وموت بالنسبه لقطبي الكره المصريه، وخصوصا النادي الاهلي اصبحت فرصته كبيره جدا في الفوز بدرع الدوري لو كسب النهارده ان شاء الله. تعادل الزمالك في مباراته الاخيره سهل على النادي الاهلي في الحصول على الدرع. محظوظ برضو النادي الاهلي، شفت انا محظوظ على الدرع ورحت باصص لي. طبعا الاهلي لو فاز النهارده فخلاص اللقب هيكون محسوم بالنسبه له، بغض النظر بقى عن نتيجه مباراه الزمالك او حتى مباراه القمه اللي جايه اللي هتكون تحصيل حاصل. بص يعني عايز اقول لك ان في ناس كتير قالت ان الدوري السنه دي وتعطل وتعمل، بس برضه بيبقى ليه طعم تاني لما تحس ان ماتش هو اللي هيفرق. وان قاعد متفرج النهارده متابعه هنا ومتابعه هنا، يعني اعتقد الاهلاويه هيبقوا بيتفرجوا النهارده ومعاهم راديو بيسمعوا الزمالك بيحصل فيه ايه، والعكس برضه بيحصل بالنسبه للنادي الاهلي. بالظبط. يعني خلينا نقول انا نفسي بس الروح الرياضيه تبقى موجوده ما بين الروح الرياضيه على وشك. ما بين الاهلي والزمالك، لانه انت دايما تبص تلاقي بقى طبعا. اللي هو بيقول لك التحفيل بلغه السوشيال ميديا، بس والله ده ما خفيف التحفيل. يعني طبعا انا بتضحكني بس في ناس بتاخدها مش كده. طيب تعالوا بقى نعرف كمان تفاصيل اكتر من خلال المداخله الهاتفيه دلوقتي مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس اداره نادي المقاولين العرب. وصباح الورد على حضرتك. صباح الخير، اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف مشاهدينا ايه الاستعدادات اللي انتوا محضرينها للماتش مع الاهلي. الحقيقه احنا كنا في معسكر جاهزين، والفرقه كلها متحفزه لهذا الماتش. الماتش ده الحقيقه بيبقى له اهميه خاصه،
وان شاء الله يعني هنأدي على اكمل وجه، وان شاء الله يطلع ماتش كويس. المهم الماتش يطلع بشكل كويس والفرقتين يأدوا اداء كويس. بنشوف يا باشمهندس مثلا ممكن مباراه زي النهارده بتكون استعداد للموسم الجديد مع كابتن عماد النحاس، وهل هيستمر كابتن عماد ولا لا بعد نجاحاته الفتره اللي فاتت؟ هتشوف النهارده المباراه لو فريقك اداها بشكل كويس زي ما بقول لحضرتك كده يكون استعداد للدوري في الموسم الجديد بصفقات جديده بشكل جديد؟ طبعا احنا ابتدينا اعداد للموسم من فتره، وعملنا كذا معسكر في كذا جهه في خارج القاهره، وان شاء الله هيكون لنا معسكر برضه في الخارج. انما الاستعداد مستمر وكان موجود من فتره يعني. هنشوف النهارده ان المباراه اعتقد فرق الدوري كلها والنادي الاهلي والزمالك تحديدا بيتفرجوا ويتابعوا المباراه النهارده. لا ظهور لعيبه عند حضرتك بشكل مميز النهارده ممكن ياخد صفقات من اللي حضرتك حضرتها، انت جاهز انك ممكن تستغنى عن اي لاعب؟ لا طبعا احنا بندور على اللعيبه عشان ندعم بها الفرقه، انما الاستغناء ده امر مستبعد يعني. بتتمتع يا باشمهندس في تصريحاتك كلها بشفافيه كبيره، بعض الاتهامات وجهت لنادي المقاولين بممكن ان هو يكون في تساهل في الماتش النهارده. لا ما اعتقدش الكلام ده، قال استشار مرتضى وكان بيهزر طبعا، وانا كلمت معاه وعاتبته وقال لي لا انا كنت بتكلم من باب التحفيز يعني. طيب الماتش هيكون الساعه كام؟ الساعة 8 ان شاء الله برج العرب. بالتوفيق. بالنسبة بقى للحوافز، في حوافز مجهزينها للعيبة في حالة الفوز؟ أكيد اللائحة بتاعتنا بتغطي كل الحاجات دي، اللائحة موجودة والحوافز موجودة وكل الحاجات دي من خلال اللائحة موجود إن شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولين العرب، وصباحك صباح الورد. رزين جدا باشمهندس وعامل فريق كرة محترم جدا، وكابتن عماد النحاس صراحة يعني مجهود فني محترم بان في الدوري وفرق مع نادي المقاولين منذ توليه المسؤولية. كل التوفيق لنادي المقاولين من الأندية العريقة، رب كل الاستمرار ليه بالنجاح بإذن الله. ساعات الواحد بيبقى مهم قوي بالنسبة له إنه يشوف لعب ممتع أو أداء طبعا ممتع أكتر من النتيجة النهائية، لأن في فرقة ممكن تلاقيها كسبت بس في الآخر مجمل الماتش أو مجمل 90 دقيقة لا ما كانش أدائها عظيم بس يعني. خليني أقول لك إن الماتشين النهاردة ماتشات نقط وماتشات فوز، يعني ممكن ما يبقاش فيها الجمال الفني في المباراة قد ما إن أنا مركز على إن أنا آخد ثلاث نقط بجون بقى أخطف جون، فأعتقد النهاردة مباراة مش هتتمتع بالشكل الجمالي سواء على فكره الزمالك والاسماعيلي او الاهلي والمقاولين. يمكن بعد عوده الدوري الممتاز في لقطه كده في مباراه الزمالك والجونه الاخيره واللي ظهر فيها لعيبه الجونه لابسين حمالات للصدر تحت التيشيرت بتاعتهم اثار بعض التساؤلات كده عند المشاهدين ومتابعين ومتخصصين كمان تحديدا في الموضوع ده، ايه حمالات الصدر دي اللي لابساها لاعبي جونه؟ يمكن ده قالوا ان هو دي جهاز مصنع بواسطه شركات متخصصه في انتاج الاجهزه الحديثه ووظيفتها تحليل الفيديو وعمليات اداره الرياضيين وتطبيقات البيانات. ايه الموضوع ده؟ يعني بتحلل كل الجسم اللعيب من نسب الجري، نسب السكر، نسب الضغط، نسب كل حاجه. ويمكن مو صلاح كمان لابسها منذ فتره لان هي موجوده عالميا بقالها فتره، فالناس كانت عايزه تعرف ايه ده يعني لابسينه، ايه اللي بيحصل فيه. كان زمان في زي بريسلت كده بيتلبس برده وده موجود دلوقتي بيعمل نفس الاداء ده، ولكن بالنسبه للرياضيين اعتقد بيكون محتاج الشكل هو حملات الصدر الموجوده دي. والله دايما هنقول ثانكس تو ذا تكنولوجي، شكرا للتكنولوجي، دي حاجه عظيمه جدا. طبعا خلينا نوضح اكتر انه النوع ده من الملابس الالكترونيه صيحه جديده في عالم التطور الرياضي والهندسي، وفي نفس الوقت كمان من خلاله بيقدر المدربين والاطباء يتتبعوا بيانات اللاعبين الفسيولوجيه زي ما وضح احمد، وده بيسهل عليهم طبعا ان هم يحللوا ادائهم والحصول على القياسات والقراءات الدقيقه لوظائف الجسم زي مستوى السكر في الدم وضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ده مهم قوي طبعا لمتابعه صحه اللاعبين وادائهم. عايز اقول لك بقى البيانات دي كمان ممكن يتم نقلها لحظه بلحظه المتخصصين عن طريق تزويد حملات الصدر دي باجهزه استشعارات متصله بالاقمار الصناعيه، وده طبعا شفنا لاعيبه عالميين كتير بيلبسوها. يمكن كان عندنا صور على الشاشه دلوقتي لنجمنا الكبير محمد صلاح وهو برضه بيرتديها. زي ما انت قلت التكنولوجي فرقت كتير جدا طبعاً. بقدر احلل بقى كمان انا لو مدرب نسب الجري، جري قد ايه اللاعب، ما جريش، مجهوده قد ايه، فاعتقد برضه تطور مهم جدا. يعني ده بيبقى بمثابه مونيتور بينقل لك لحظه بلحظه اللي بيحصل في التغيرات الفسيولوجيه في اللاعبين. احنا لسه كمان بنتكلم عن الرياضه لكن تعالوا نبعد شويه عن كره القدم. احنا هنقدم طبعا الشكر والدعم لمنتخبنا الوطني لشباب كره اليد. الرياضات الثانيه دايما بتبقى مظلومه لما بتتحط في مقارنه مع كره القدم، فخلينا احنا دايما نلقي عليهم الضوء. منتخب الوطن لكره اليد اللي مقدم اداء هايل في كاس العالم في اسبانيا، منتخبنا حقق الفوز في
كل مبارياته في دور المجموعات وكسب استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبيه وفرنسا. هيلعبوا كمان النهارده مباراه مهمه جدا في دور 16 قدام منتخب صربيا، واحنا اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا اللي مشرفنا في بطوله مهمه جدا زي دي، ولكل فريق طبعا ولاعب في اي رياضه بيرفع اسم مصر بكل فخر قدام دول العالم. احنا كنا بنشوف مشاهد طبعا لاداء منتخبنا الوطني ومباريات اللي قالت عليها مها دي مباراه قويه جدا. السويد من اقوى فرق العالم، حققنا فوز عليه. فرنسا من اقوى فرق العالم، ربنا يوفقهم النهارده ان شاء الله. كمان صربيا مش سهله، ربنا يوفقهم باذن الله. واحنا دورنا هنا في صباح الورد وقناه تاني نكون ورا منتخبنا ان شاء الله. مش بس رياضه كره القدم، احنا مع كل الرياضيات زي ما انت قلت يا مها اللي بيرفع اسم مصر احنا وراه قلبا وقالبا. خلينا نروح بقى نشوف مع حضراتكم ابرز اللي بيحصل النهارده والنهارده في مصر، ونرجع معاكم مره ثانيه. مع بعض استعراض لأهم الأحداث اللي هتبقى موجودة النهاردة في مصر، ففي خبر مهم جدا جدا في الحقيقة امبارح إن حصل في محافظة اسكندرية. محافظة اسكندرية استلمت أول شاشة تفاعلية لجهاز حماية المستهلك. معناها إيه؟ هنوضح دلوقتي. عايزين نقول إن دي أول تجربة ليها في مصر. الشاشة دي متخصصة علشان تستقبل الشكوى بتاعة المواطنين إلكترونيا، ودي خدمة جديدة من نوعها جدا هتخلي مصر رائدة بيها على مستوى العالم. الشاشة الجديدة أطلقها جهاز حماية المستهلك زي ما حضراتكم شايفين في الصورة في مارس اللي فات، وده كان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك. هي شاشة تفاعلية متزودة ببرنامج كامل علشان يستقبل كل الشكاوى، وان هو كمان يبثها الكترونيا لغرفة حماية المستهلك عشان يبدأ في اجراءات حلها. حلو ده قوي طبعًا. هو دايما الميكانة بقى والتكنولوجيا اللي بتدخل هو الاحلى كمان يا مها من الميكانة ان هو بيروح للمواطن.
المواطن، يعني دايما كان مشكله جهاز حمايه المستهلك ان ما حدش بيعرف يوصل له. انا يمكن متابع الجهاز ده لاهميته، عنده قله عدد طبعا للافراد اللي شغالين معاهم، عنده قله امكانيات، ولكن الصراحه القائمين عليه دلوقتي وتحديدا دكتور اللواء دكتور رادي شغال شغل محترم جدا. اللي انت كلمت فيه دي نقطه مهمه جدا، الميكان طبعا، وانه يتعمم بقى على باقي المحافظات وفي الاماكن المختلفه. ما هو برده انت هتروح حمايه المستهلك ليه؟ عايز ترجعي مثلا حاجه جبتيها من محل في مول، صح، او من محل مثلا في الشارع، فلازم تعميم الجهاز ده. خلينا نتعرف اكتر ونروح لسيادة اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك. يا دكتور صباح الفل. صباح النور يا فندم على سيادتك، وصباح النور على كل الشعب المصري العظيم. مجهود محترم يا دكتور ومختلف لجهاز حمايه المستهلك، بيؤكد ان في اختلاف كده في اداء الجهاز، ان هو بدا كمان يروح للمواطن. مها كانت بتتكلم عن الميكنه، دي نقطه مهمه جدا، وبنتكلم كمان ان انت حضرتك رحت للمواطن عشان يقول شكوته من خلال الجهاز. خلينا ناكد ان استراتيجيه الجهاز في العمل بتاتي تفاعلا مع استراتيجيه الدوله. صحيح. وان توجيهات السيد الرئيس الدائمه هي الاهتمام بالمواطن والتفاعل مع مشكلاته والعمل على ضبط الاسواق. برنامج الحكومه اللي اعلنه السيد الدكتور مصطفى مدبولي اكد على ضروره ايجاد اليات غير تقليديه للتفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها. هذه الشاشه هي من ضمن الاليات غير التقليديه اللي بينتهجها جهاز حمايه المستهلك. هو اول امس كان مبادره اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين في محافظه الاسكندريه، احنا سبق ان نفذناها في محافظات اسيوط وسوهاج والشرقيه، ان احنا نروح للمواطن من اهالينا في كل المحافظات، معانا فريق العمل ومعانا كل الشركات والاطراف المعنيه بالمنظومه الاستهلاكيه. تمام. كله بيبقى تحت سقف واحد، يتلقى شكاوي المواطنين، يتم الاعلان عن المبادره قبلها بوقت كافي، يتلقى الشكاوي ويعمل على حلها حل فوري، الامر اللي بيحقق مردود ايجابي لدى المواطن من اصحاب الشكاوي. دكتور خلينا نقول طبعا ان التكنولوجيا الحديثه وفرت مجهود ووقت بشكل كبير، وفي ناس بتقول لك انه وده فعلا حصل، في بعض الوظائف اختفت في الحقيقه في العالم بسبب دخول التكنولوجيا. الجهاز ده او الشاشه دي قبل كده، قبل التطور ده، كان مين اللي بيقوم بيها؟ عايزين نوضح يعني دي بدل ايه؟ هي الشاشه المستهدفه ان هي تبقى موجوده في اماكن تواجد المواطنين، في المناطق التجاريه، في الاماكن الجماهيريه، ل يعني احنا بنستهدف ان شاء الله ان يبقى في فروع للجهاز في كل المحافظات ان شاء الله خلال فتره قريبه جدا. دي فروع الكترونيه، الشاشات دي هي فروع الكترونيه موجوده، بقت موجوده في محافظه اسكندريه اول امس، هتبقى موجوده في المولات التجاريه امام المولات، هتبقى موجوده في محطه سكك حديد مصر ومترو الانفاق، تبقى موجوده في الجامعات، هي تم الانتهاء من تصميمها وانتاجها وبدا بالفعل التنفيذ. المواطن يستطيع بيدخل على الشاشه باللغه العربيه، يضع شكوته، يتم التفاعل معاه في الحال. طب لو الشاكي اجنبي او سائح او مستثمر، اللي هي برنامج بتاعها باللغات، يقدر يحط شكوته. احنا بنستهدف برضه السائح اللي موجود عشان برضو يبقى فيه انطباع قوي عن الدولة المصرية وقيادتها القوية واستراتيجية الدولة في منظومة ضبط الأسواق، وإن في قانون جديد صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية وصول حقوق المستهلك 181 سنة 2018، وضع ضوابط شاملة وعديدة تستهدف هذا الأمر. طب دكتور المتوقع يبقى فيه كام شاشة وهتتوزع على كام محافظة؟ احنا بنبدا تجربتنا يا فندم في دلوقتي 25 جاهزين، هنستهدف كل الاماكن، احنا كل الاماكن الاسواق والمناطق التجاريه والاماكن اللي فيها اقبال جماهيري بنقول للمواطن احنا جنبه. غير كده الجهاز استحدث خدمه جديده، هي سيارات الضبطيه القضائيه الموجوده في الاسواق والمناطق التجاريه، لتكون في الاسواق لمراقبه الاسواق، لضبط اي ممارسات سلبيه ضاره بالمستهلك، لتلقي الشكاوي، وفي غرفه عمليات بتتابع هذا الكلام، لما بترد شكاوي للجهاز بيتم بثها مباشره للسيارات الموجوده في المناطق، وبيتم العمل على حلها واتخاذ اجراءات فوريه، واعتقد كان لها مردود ايجابي في حل كثيرا من الشكاوي بعد نشر هذه السيارات. بنستهدف في المرحله القادمه
ان تغطي كل محافظات الجمهوريه. طب انا عايز اعرف يا دكتور من حضرتك بس بعد اذنك، هو يعني الخطوات اللي بتبقى من خلال الجهاز ده، يعني الجهاز ده بيحصل ايه؟ لما احط الشكوى بتيجي لحضرتك وبعدين بتنزل الموظفين من عند حضرتك يتعاملوا؟ التواصل مباشره يا فندم مع في بتدخل على الفحص، يتم اتخاذ اجراءات فحص الشكوى، المستندات، التواصل مع الشركه اللي هي الطرف الاخر او الكيان اي مهما كان هو ايه، يتم اتخاذ اجراءات فوريه لان يصل للمواطن حقه في اطار من السهوله واليسر. دكتور سؤال اخير، الجهاز بقاله 48 ساعه في محافظه اسكندريه، في ال 48 ساعه تقريبا استقبل كام شكوى من المواطنين ولا لسه الناس مش عارفه تستعملها الشاشات دي؟ التجربة لسه يا فندم بدأ، لكن الجهاز كان في الصالة المغطاة، كان معانا كل 70 شركة وكيان مسؤول عن المنظومة الاستهلاكية اللي هم الطرف الآخر مع المستهلك، كنا في داخل الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بيتلقوا الشكاوى على أرض الواقع. في هذا اليوم تم حل 2100 شكوى في اليومين، ده بخلاف إن كان على هامش المبادرة، كان هناك بالتنسيق مع الدكتور عبد الناصر كنسوه محافظ اسكندريه حملات رقابيه بتغطي كل المناطق في محافظه اسكندريه، مجموعات عمل من جهاز حمايه المستهلك، من الرقابه التموينيه، من مباحث التموين، الطب البيطري، الاداره المركزيه للصيدليات، كل الاجهزه المعنيه كانت بتعمل في اطار تنسيق واضح منتشره في قطاعات كثيره في محافظه اسكندريه، لضبط الأسواق وضبط ممارسات أو أي مخالفات فيها إضرار بالمستهلك. على هامش المبادرة أيضا تم عقد ندوة توعوية بالمحافظة لتوعية المواطنين من أهالينا، وبحضور السادة النواب وممثلي الغرف التجارية وكل الكيانات، توعيتهم بحقوق المستهلك إيه، آلية حصوله على حقوقه، القانون الجديد بيضع ضمانات ازاي لحمايه. طب يا دكتور حضرتك بس كلامك كده قلت لي في وسط الكلام يا دكتور قلت لي بس كده تم انتاجها، هي الماكينات دي انتاج مصري؟ ايوه يا فندم، الشركات اللي تم التعاقد معاها وتم برمجتها في داخل مصر انتهينا منها، وبدأين دلوقتي في توزيعها على المواقع اللي هيتم اختيارها، وهنستحدث الاماكن الجديده سيتم تغطيتها في كل الاماكن ان شاء الله. مجهود محترم جدا، كل الشكر لسياده اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، مجهود محترم الصراحه من الجهاز. يمكن اول النقاط اللي قالها كنا بنتكلم فيها نومها ان هو راح للمواطن، مش بس بيستنى ان من خلال الخطوط بقى الساخنه او من خلال مكاتب الشكاوي للجهاز، لا هو راح للمواطن في المكان اللي هيحتاج ان هو يشتكي فيه من خلال الماكينات دي، حاجه محترمه جدا. الحاجه الثانيه اللي فرحتني انها انتاج مصري. الحاجه الثالثه ان هو جهز خلاص اكتر من 25 ماكينه هيكونوا موجودين الفتره اللي جايه، رقم كبير جدا، 2100 شكوى بيكونوا في 48 ساعة، والأحلى إنه قال تم حلها، يعني هم اشتغلوا على 2100 شكوى وتم حلها، يا رب تعميمها إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله. يا رب، وفي كل المؤسسات كمان مش بس في جهاز حماية المستهلك. في خبر بقى هنروح دلوقتي ليه من الهند، السلطات الهندية فتحت تحقيقات موسعة في منطقة بتشمل 132 قرية وبلدة، بعد ما اكتشفوا من التقارير والبيانات الرسمية إن كل الأطفال اللي اتولدوا هناك خلال الثلاث شهور الأخيرة ذكور بس. مش فاهمة، مسيطرين برضو حتى هناك، وعددهم 216 مولود وما فيش إناث خالص، يعني دي حاجة غريبة جدا. ايه هرمونات ولا ايه؟ ايه اللي مخلي يعني ولاد؟ لا ما انت هتعرف السبب دلوقتي. الكلام ده حصل طبعا في منطقة اسمها أوتار كاتشي بولاية أوتار خان شمال الهند، وطبعا بدأ البحث عن المتسبب في الموضوع ده، خاصة ان الاتجاه في التحقيقات كان ان في ايد خفية هي المتسببة في عدم انجاب الاناث في المنطقة دي بحالها كلها، ان السبب دي بقى عمليات قتل الاجنة بتحصل، لما بيكتشفوا ان الست الحامل في بطنها طبعا بنت بيروحوا قتل طبعا بيروحوا منطقه قتل الاجنه، فاعتقد ان في متسبب للموضوع ده. فاكرين لما كنا بنقعد نقول ان في الجاهليه ايام العرب كان في حاجه اسمها وأد البنات، يعني احنا انا بستغرب يا جماعه التخلف هنا، يعني لا التخلف ده وأد من اجنه بقى، ده من بدري شويه. لحقين عشان ده التكنولوجيا اتطورت فبقوا يعرفوه من هي اجنه فبيموتوها من قبل ما تتولد، فبرغم كل التقدم التكنولوجي والتطور، والهند معروف ان هي دوله ديمقراطيه جدا لان فيها يعني تعدد العقائد وفيها الروحانيات عاليه جدا، يعني دايما اللي عايز يدرس الروحانيات او حتى الروحانيات اللي
ووصلت للغرب، وصلت كانت من الهند. برغم كده لسه في بؤر فيها طبعا. هذا التخلف الإنساني الغريب جدا، عدم القناعة بإمكانية المرأة في العمل، عدم القناعة بأن هي ممكن تكون مصدر دخل، لأن هو أكيد المنطقة دي لها شق اقتصادي بالموضوع، أن هي ممكن البنت تكون بتتكلف أكتر، الولد بيسبب بالزبط. مصدر دخل للعيلة. فكر زي ما تقولي فكر قديم جدا، ولكن ده في بعض البلدات في الهند رغم تطور الهند. بس ده طبعا ده جهل غريب، وده جهل لازم بيبقى فيه وقفة عنده، لأن أنت كده كمان بتعارض إرادة ربنا في شؤون خلقه. يعني ربنا مقسم الكون، هو عارف كويس قوي عدد الإناث وعدد الذكور. ما علينا، ربنا يهدي. يعني توقفوا الناس اهو بيعملوا تحقيقات، هنشوف التحقيقات تصفر عليها. هنروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل معاكم. صحيح.